مرحبا. تنمو شجره مارولا وهي من عائله اشجار المانجو على نطاق واسع بافريقيا، وتستخدم ثمرتها الصفراء الحلوه لصنع المربى، وهي الفاكهه من الفواكه المحببه عند الحيوانات البريه لدرجه انه الفيله بتهز الاشجار حتى توقع منها ثمار هي الشجره وتاكلها. نرجع لاخبار طقسنا، فعم يبقى بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، وعم يبقى سديم بالمناطق الشرقيه، ودرجات الحراره عم ترتفع تدريجيا لكن عم تبقى ادنى من معدلاتها بحوالي 4 ل 5 درجات مئويه باغلب المناطق السوريه. ليلا عم يكون الجو مائل للبروده بالمرتفعات الجبليه، ويحذر من تشكل الضباب ببعض المناطق الداخليه. اما بالنسبه للرياح فعم تكون غربيه لشماليه غربيه بين خفيفه والمعتدله، سرعتها عم توصل ل 15 كيلومتر بالساعه، والرطوبه عم تتراوح بين 50 و 75%. اما البحر فعم يكون خفيف ارتفاع الموج، ودرجه حراره المي 16 درجه. رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجايه بالعاصمه السوريه دمشق. عم يكون جونا غائم جزئيا، ودرجات الحراره عم تسجل الدنيا 5 العليا 19. اما هلا فمكملين لنشوف كيف عم يكون الجو باهم المدن والمناطق السوريه. بالسويدا بالجنوب الطقس عم بيكون صح ومشمس، وبدرعا نفس الشيء، ودرجات الحرارة عم توصل للعشرين. أما بالقنيطرة فدرجات الحرارة عم تتراوح بين 3 و16 درجة. بالمنطقة الوسطى بحمص وحما طقسنا عم يكون غائم جزئيا بشكل عام، ودرجات الحرارة عم تتراوح بمدينة حما بين 5 و19 درجة. أما كيف عم يكون الجو على ساحل بطرطوس واللاذقية رح ننتقل سوا لنشوف. عم يكون غائم جزئيا مثل أغلب المناطق، ودرجات الحرارة عم تتراوح باللاذقية بين 11 و18 درجة، وبلواء اسكندرون عم توصل أيضا ل 18. أما بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب فطقسنا عم يكون بشكل عام غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم تتراوح بمدينة حلب بين 7 و18 درجة. طلع أخيرا ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالمنطقة الشرقية. رح نبدأ مثل العادة من مدينة الرقة، جو عم يكون صحو ومشمس، ودرجات الحرارة عم تتراوح فيها بين 9 و19 درجة. وبالحسكة درجات الحرارة عم توصل للعشرين، والطقس عم بيكون قليل الغيوم. أما أخيرا بدير الزور درجات الحرارة عم توصل لل 21 درجة، وطقسنا عم بيكون غائم جزئيا. هاي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس الأسبوع انطروني بكرة. باي.